الموقف السوداني انعقدت بالأمس جلسة للجنة العليا لمفاوضات سد النهضة برئاسة رئيس الوزراء السوداني دكتور عبد الله حمدوك. أمن رئيس الوزراء السوداني على جميع الإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا لمفاوضات سد النهضة، وكذلك دعا إلى التواصل مع الدول المعنية وعلى رأسها تونس وكينيا والنيجر وبصفة خاصة فرنسا التي تترأس جلسات مجلس الأمن لشهر يوليو الجاري. كذلك تحدثوا في الجلسة عن المبادرة الإماراتية التي تحاول تقريب وجهات النظر في قضية سد النهضة بين الدول الثلاث السودان ومصر وأثيوبيا، وأبدوا ترحيبهم واستعداد السودان أيضا للتعاطي مع هذه المبادرة التي وصفوها بأنها مبادرة إماراتية طيبة. أيضا درسوا بصورة موسعة سد النهضة، قيام هذا السد والملأ الثاني وأضرار ذلك على السودان، وتحدثوا أيضا عن الإجراءات الاحترازية التي سوف يجريها السودان من الملأ الباكر وغلق البوابات لخزان جبل الأولياء بصفة خاصة، وكذلك حجز مياه في بحيرة سد الروسيرس على وجه التحديد. ومعلوم أن سد الروسيرس يبعد من الحدود الأثيوبية فقط 15 كيلومترا، وهو من السدود المهددة بحسب وزارة الرية السودانية، مهددة بالتوقف التام ربما نسبة إلى غياب المعلومات بين السودان وأثيوبيا في مسألة ملء وتشغيل سد النهضة. أيضا تحدثوا أن الجلسة القادمة ستكون في سد الروسيرس على وجه التحديد، وهو أحد السدود المهددة كما ذكرت. والجدير بالذكر أن وزيرة الخارجية السودانية دكتورة مريم الصادق المهدي، كما تحدث زميلي من القاهرة، قد وصلت إلى نيويورك بالأمس واجتمعت اجتماعا استباقيا مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، ويبدو أن هنالك ربما تنسيقا في المواقف السودانية المصرية. ولحق بها مساء أمس وزير الري والموارد المائية السوداني بروفيسور ياسر عباس أيضا إلى نيويورك، ولقد أقام مؤتمرا صحفيا بالأمس تحدث فيه حديثا واضحا عن أن السودان يعني يقبل مواقف أثيوبية الطيبة، لكنها بين قوسين وصفها بالمواقف الكلامية، وأن السودان ينتظر من أثيوبيا أفعال حسنة تجاهه، لأن السودان لا يرفض قيام هذا السد ولكن يرفض غياب المعلومات ويدعو إلى اتفاقية ملزمة. وتحدث أن انعقاد جلسة مجلس الأمن يوم الخميس القادم في 8 يوليو الجاري هي عبارة عن نجاح للسودان، وأن الخطوة القادمة هي أن يكون مجلس الأمن مانعا لأي طرف من الأطراف الثلاث السودان مصر أثيوبيا من أي خطوة أحادية بما في ذلك الملأ.